بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذة السنة الرابعة متوسط، أقدم لكم تمرين فيما يخص الدالة التألفية. انطلاقا من التمثيل البياني للدالة، نعبر عن الدالة H لX بدلالة X. انتبهوا مليح. هاي دالة، الشكل التالي هو التمثيل البياني دي للدالة H التألفية، عبر عن H دي بدالة X. إذا أولا A كما راكم تشاهدوا، A حساب A المعامل التوجيه A هو وشني 1/4. F X إذن هي 1/4 X زائد B، وB وشني؟ B هي الترتيبة، عندك التقاطع المستقيم D مع المحور تراتيب، هو 1. إذن F X سي اش لإكس، هنا اش لإكس، اش لإكس هي 1/4 إكس زائد 1. إذن هذه هي تعبير بدلالة إكس. الطريقة الثانية، إذن واش لاحظوا، نتأكدوا من ذاك، اش لناقص 4 وشني؟ هي عندك 1 بقى مضروب في ناقص 4 زائد 1، هي ناقص 1 زائد 1 معناه 0. إذا صحيحة، اش لصفر هي 1/4 مضروب في 0 زائد 1 معناه اش لصفر هي شني؟ 1. وهذه هي الموجودة لنا. اش لناقص 4 هي 0، هم 0، واش لصفر هي 1. الطريقة الثانية، هي وشني؟ F لصفر ناقص F لناقص 4 على 0 ناقص 4. F لصفر قلنا، F لصفر هي 1 ناقص F لأربعة هي 0 على 4، يسمى 1/4. فيما يخص البي
إذن اف لصفر هي ناقص اف لصفر هي ناقص 4 تساوي اف لصفر هي 1 هي 1 على 4 ضرب في صفر زائد 1 زائد ب، معناه ب يساوي 1. إذن ليه ما نقدر اش لنا اش 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 لنا اش اش لإكس هي 1 على 4 إكس زائد 1. إذن بطريقتين مختلفتين لقينا نفس النتيجة. هنا